مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، أهلا بحضراتكم وإلى هذا الخبر العاجل. أحيل 4 أشخاص من حركة النهضة التونسية إلى قاضي التحقيق بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان، حيث أكد مصدر بالمحكمة الابتدائية تونس 2 إحالة 4 أشخاص منتمين إلى حركة النهضة إلى قاضي التحقيق، من بينهم عضو بمجلس الشورى النهضة وشخص آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات أي البروتوكول، والتابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وثالث كان حارسه الشخصي السابق، وذلك بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقال المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة إنه تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، وهم الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى، ووقع استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الاثنين الآخرين عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهما الأربعة اليوم الجمعة على المحكمة الابتدائية بتونس 2، ويجرى الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق. أكد المصدر ذاته أن فرقة مكافحة الإجرام تلقت شكاوى تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، وهو حي شعبي يتبع منطقة بردو مقر مجلس النواب أو مجلس نواب الشعب، للتزود بعصا والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 من يوليو 2021. ويذكر أن الرئيس قيس سعيد كان قرر مساء الأحد 25 من يوليو 2021 إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية. إذن مشاهدينا، قبل قليل تمت إحالة 4 أشخاص من حركة النهضة التونسية إلى قاضي التحقيق بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان. بالتأكيد سنوافي حضراتكم بكل جديد يتعلق بالشأن التونسي وبجميع الأصعدة المحلية والعربية والعالمية في كافة تغطيتنا المتتابعة والتي نقدمها لحضراتكم على مدار الساعة. بشكركم شكرا جزيلا للمتابعة، وانتظرونا في تغطيات جديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.